اليوم 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 بالنسبة اليوم الصبح حاول تكون دفن الفش بوابة ثلاثة بوابة ثلاثة اللي هي جنوب المطلوبة هي بالطريق السكة كويس. حاول انه توصل عند وهم قاعدين التوار تم رد عندنا واحد ششد الصبح عند 14:30 طلعناه منه وهذه غنيمة. وبالنسبة للوضع العام تو هيك قاعد وضع مستقر وقوة القدافي قاعدة مش بعيدة واجدة علينا. قدرتوا بكم كيلو كمان؟ والله ديما في الزوز كيلو حاج الشكر. في مناوشات بيناتكم؟ في بعون الله في مناوشات لأنه غادي صارت رماية عليهم قوية والشهيد اللي استشهد هذا تم سبب الشهادة بتاعنا قابل هو قوة القدافي رأسا يعني وجه الوجه وكتاب القدافي تم الرمي عليه بالرصاص وخشوا له التوار وتم تطليع الشهيد باهي. بالنسبة لموضوع النيتو شنو رايك في خدمة النيتو هنا بالدولة؟ خدمة النيتو هنا لا فاشلة الحق يعني منين يعني؟ لا فاشلة الراجمات اللي ثلاث ايام تقول مطر على عروسنا هنا مطر حتى بدليلها وشفتها عبين الطريق رملة على سبب ان شنو انتفادوا صدمات بالوطع بالانفجار ايه هذا الحق يعني النيتو بدر لنا حل هنا اليوم اللي ثلاث ايام اربع ايام يضرب فينا بالراجمه والنيتو يتفرج عليه الناس في الطياره فوق لكن ما ضرب شيء ما فيش ويقول تقدم يقول لك لا ما تقدمش النيتو قال لك ما تقدمش ليش النيتو قال لك ما تقدمش يقول لك انا مقوم بالمهمه هذه وين المهمه قاعدين احنا كل يوم نتلقوا منه النيتو هذا كان يوخر خير يوخر يومين ثلاثه لين يلقونا في باب العزيه بعدين يجي هذا الراي السليم يعني الحق بهي شو رايك انت شو رايك الوضع تشوف الحمد لله الشباب وضعهم شنو الحمد لله والشباب همتهم عاليه صلاه على النبي واو مؤمنين بالله وتشوفين الحمد لله الوضع كويس لا الحمد لله الوضع مستقر 100% بالنسبه لنا احنا وضعنا 100% هذا الحق ان شاء الله ربي يسركم الله اكبر الله اكبر